احنا هنرجع للنقطة دي تاني. تمام. بس انا عايزة اقول بقى كمان، يعني يمكن المجلس القومي للمرأة كان ليه دور مهم جدا جدا في مناهضة العنف ضد المرأة، عشان كده كاميرا يحكي ان يعني التقت مع الأستاذة ماجدة محمود مقررة المجلس القومي للمرأة عشان نعرف منها اكتر عن طبيعة الدور اللي بيقوم به المجلس في مواجهة العنف ضد المرأة. تعالوا مشاهدينا نشوف مع بعض التقرير ده ونرجع نكمل كلامنا عن العنف، وهنتكلم كمان على جزئية مهمة جدا جدا، الغيرة اللي بنشوفها في بداية الخطوبة وبداية الارتباط اللي بتبقى كل البنات فرحانة بيها، ده بيغير عليا، ده بيشخط فيا، ده ما اعرفش ايه، ده نزل جابني من ايدي، كل ده بيتحول بعد الجواز لعنف مش هتقدري تستحمليه. فاللبس اللي عندنا في انه بيغير ولا هو انسان سوي او مش سوي، بعد الفاصل. نقدر نقول ان الجهود الحاليه هي استمرار لمجموعه من الجهود السابقه والعمل على الارض علشان نوصل للحل. السابق كان بيتمثل في ايه؟ كان بيتمثل في قيام المجلس القومي للمراه الفرع الرئيسي او الامانه العامه بقياده الدكتوره مايا مرسي بطرح مجموعه من مشروعات القوانين لحمايه المراه من العنف بكل اشكاله. تم كمان اصدار الاستراتيجيه الوطنيه لحمايه المراه من العنف بالتعاون ما بين المجلس القومي للمراه والمجلس القومي للطفوله والامومه. في سبتمبر 2021 اصدر رئيس الوزراء اللي هو قرار بانشاء الوحده المجمعه لحمايه المراه من العنف. الوحده المجمعه دي بقى كانت هدفها الاساسي هو انها بتدعم الفتاه او المراه على انها تبلغ، لانها بتوفر لها رقم واحد السريه. الوحده المجمعه هي عباره عن مبنى او مركز، ده مقره القاهره الكبرى وهيكون له او بيكون له فروع في كل 27 محافظه. هي بتدخل تلاقي فيه كل حاجه، في وحده للطب الشرعي، في مكان لتلقي البلاغات، في مكان للتحقيق في سريه تامه. هي بتدخل وبتخرج محدش بيشعر بيها، ومنتهى الأمان ومنتهى السرية. يعني احنا مثلا الشهر اللي فات جالنا 110 حالة اتعرضت للعنف ضدها بكل أشكاله، عنف اقتصادي، عنف في العمل، عنف داخل الأسرة، عنف خارج الأسرة. فده فرع واحد وشهر واحد، فده مقياس لأن في بقى في وعي على الأرض. حالات بالنسبة للشكاوى بتبقى مش ما فيهاش صفة الثبات، ولكنها فيها صفة التغير، لأن أنت بتتكلمي عن حالة متغيرة في المجتمع، يعني بتتكلمي عن سلوك متغير. ممكن يبقى في حالات كتير جاتني الشهر ده نتيجة مثلا لأن في حصل حاجة في المجتمع خلت الناس تحتك جامد ببعضها، فحصل التفاعل، فحصل الكلام ده. وفي أوقات تانية بتبقى الحالات في استقرار في المجتمع نتيجة لسبب ما أو ظرف ما، فبتلاقي الدنيا مستقرة. أكتر أشكال العنف كان العنف الأسري، ويمكن ده اللي دفع بإحدى النائبات إنها تطالب بقانون، إقرار قانون يحاسب الرجل على هذا الفعل. في ثلاث أسباب تجعل المرأة تقبل العنف ضدها. أول حاجة أولادها، لأنهم بيبقوا نقطة ضعفها. تاني حاجة فكرة إنها ما عندهاش مورد رزق، يعني بلا عمل. تالت حاجة فكرة لقب مطلقة، مازال في بعض المجتمعات لقب مطلقة ده بيمثل لها مشكلة وإن كان الوعي اختلف. فالتلات أسباب مجتمعين أو التلات أو لو فيهم أحد الأسباب هو ده بيبقى الأسباب الرئيسية وراء تحمل المرأة لأي عنف. لو أي مرأة تعرضت للعنف طبعا بتتصل ب 15-11-5 الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة، وبتشرفنا هي لو في مصر في أي محافظة من المحافظات هي بتبقى عارفة مكان فرع المجلس القومي للمرأة في محافظتها بتتوجه ليه، هتلاقي كل الترحاب وكل الاهتمام وكل الدعم.